خلينا نروح لخبر كمان حلو، بس ايه الاهلي بقى، خاص بالاهلي وافراح الاهلي اللي الحمد لله رب العالمين نقدر نقول ما بتنتهيش، بعد ما فريق كمان سيدات تنس طاوله الاهلي توج بلقب البطوله العربيه للانديه. امبارح كمان فريق رجال تنس طاوله الاهلي هو توج ايضا بلقب البطوله العربيه للانديه رجال بعد الفوز على قطر. القطري ده كان بنتيجه 3-1 في النهائي اللي اقيم على صاله جامعه عمان الاهليه. النهارده كمان خليني اقول لحضراتكم بعثه الفريق هتصل القاهره بعد تتويجها بلقب البطوله العربيه للانديه، وضمت قائمه الفريق اللي شاركت في تحقيق البطوله العظيمه دي كل من سيد لاشين، محمد البيلي، عمر عصر وخالد عصر، شادي مجدي، محمد شومان، وبيترأس طبعا البعثه الكابتن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، بتضم كل من اشرف عبد الفتاح مديرا فنيا، عادل شومان مدرب عام السيدات، اشرف صبحي مدرب الرجال، واحمد حامد المدير الاداري. مبروك مره ثانيه للاعبتنا سواء سيدات او رجال تنس طاوله اللي اكيد مفرحنا، واحنا دايما كده يعني احنا دايما بنسعى رقم واحد او المركز الاول، والحمد لله على كافه الرياضات بيحصل، فلازم الواحد يبقى فخور بجد. احنا تقريبا يعني لو مش كل حلقه يبقى حلقه او حلقه لا تديها بمليون مبروك للنادي الاهلي. أيوة أيوة. الفريق الفلاني فاز بالبطوله الفلانيه، فطبعا شيء عظيم. وكالعاده كابتن محمود الخطيب طبعا كان حريص جدا على تهنئه الجهاز الفني وكل اللاعبين في فريق رجال تنس الطاوله بالنادي الاهلي عقب التتويج بهذه البطوله، اشاد طبعا بالجهاز الفني وبالاداء المتميز من كل اللعيبه وبروحهم القتاليه العاليه، واكد ان فوز الاهلي بالبطوله بيضع مسؤوليه جديده وكبيره على عاتق كل لاعبي الفريق، وطبعا بيدفعهم الى تحقيق المزيد من البطولات والانجازات. عايزين نتكلم بقى بالمناسبه عن الجهد الكبير اللي حصل في هذه البطوله. فريق رجال تنس الطاوله في الاهلي حقق الفوز في مواجهاته الثلاثه اللي خاضها خلال دور المجموعات بنتيجه 3-0 على حساب انديه البشمركه العراقي الارثوذكسي الاردني، وفي الدور ربع النهائي تمكن الفريق من الفوز على السليمانيه العراقي ايضا بنتيجه 3-0 ليصعد الى دور نصف النهائي ويفوز على صار البحريني بنتيجه 3-1، واخيرا حقق الفوز على قطر القطري بنتيجه 3-1 ليحصد اللقب، وطبعا مليون مبروك. بص احنا لو هنتكلم بقى تحديدا يا كريم شويه عن شخصيه الاهلي، لان ده مهم جدا وده ما يميز بصراحه النادي الاهلي عن اي نادي اخر. خلينا نكون برضو واضحين، شخصيه الاهلي اللي هي بتكون حاضره في كل البطولات حقيقي، كل اللعيبه بيقدموا مستوى قوي جدا خلال البطوله، وبنتعاهد على الفوز بكل المباريات من اجل طبعا الصعود لمنصه التتويج اللي احنا مش هنتنازل عنها. كابتن سيد لاشين كمان كابتن فريق الرجال كان قال احنا بنقاتل في كل المواجهات مع الفرق العربيه، خدنا منافسات صعبة جدا أمام لاعبين كانوا مميزين، وبعض الفرق كمان استعانت بمحترفين أجانب من أوروبا، لكن إحنا استطعنا التفوق عليهم في النهاية وحصدنا اللقب. فشيء محترم، وعلى كل حال خلينا نقول الحمد لله على الفوز طبعا بالبطوله العربيه اللي هي اكيد نتاج اجتهاد كبير جدا طول الفتره اللي فاتت. يعني خليني اقول لحضراتكم برضو، هقول لك كريم، فرق يعني تنس الطاوله في الاهلي يعني كان بتتدرب حقيقي فترات طويله جدا، الصبح ليل تعالى روح النادي شوف يعني بص هتلاقيهم موجودين 24 ساعه بجد، في مجهود في سعي زي ما احنا كنا بنقول، وبيكلل هذا السعي في الاخر يعني الميداليات والبطولات والنجاح. فمبروك علينا كلنا، واكيد حاجات زي كده بتسعد جماهير الاهلي اللي هي دايما متعطشه لكل بطوله على كافه الاصعده وكافه يعني الرياضات في النادي حقيقي، فخبر حلو قوي جدا جدا جدا، وان شاء الله كل يوم هتلاقونا بنقول لحضراتكم خبر احلى من اللي قبل.